تمام، والعاشرة موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. بداية، برلمانيا يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة علنية يخصصها لطرح أسئلة شفوية تخص قطاعات الطاقة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي، الموارد المائية، السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. يقوم اليوم وزير شؤون الخارجية صبري بوقدوم بزيارة رسمية إلى جمهورية تونس الشقيقة، حاملا رسالة من رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إلى أخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. هذا وسيعقد بوقدوم مباحثات مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، يتم خلالها استعراض العلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول أهم القضايا الإقليمية والدولية. أعلنت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أمس في بيان لها عن فتح المساجد المعنية بصلاة الجمعة والصلوات الخمس لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الفضيل على ألا يتجاوز وقتها 30 دقيقة بقراءة حزب واحد. وأضاف بيان الوزارة بأن المساجد المعنية تفتح لصلاة العشاء قبل الأذان 15 دقيقة وتغلق بعد أداء صلاة التراويح 15 دقيقة، على أن تؤدى صلاة العشاء بعد الأذان مباشرة مع ضرورة احترام التباعد الجسدي بترك مسافة 1.5 متر بين كل مصليين 2. في التعاون، يشارك اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في أشغال الاجتماع الوزاري 15 للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأوبك التي ستعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وستخصص هذه الأشغال لدراسة وضعية سوق النفط العالمية وأفاق تطويرها على المستوى القريب. هذا وقد أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب خلال مشاركته أمس في أشغال الاجتماع 28 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وغير أوبك GMMC عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. أكد الالتزام التام للدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر فبراير 2021 على خفض الإنتاج. في ملف السكن، شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل أمس في تسليم الأوامر بدفع الشطر الأول لفائدة مكتتبي برنامج مساكن البيع بالإيجار الذين قبلت طعونهم، وتخص هذه العملية في مرحلة الأولى أزيد من 18,000 مكتتب موزع على 16 ولاية من الوطن. دوليا، وفي الشأن الفلسطيني، قالت الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر بالفعل أن الضفة الغربية أرض محتلة من قبل إسرائيل، وهذا بموازاة تضاعف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة وامتعاض الإدارة الأمريكية الجديدة من ذلك. يشار أن الخارجية الأمريكية أطلقت إشارات لدعم حل نشوء الدولتين واستئناف مسار السلام في الشرق الأوسط، وهو ما كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد تحاشاه عن عمد طوال فترته الرئاسية. في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس جو بايدن عن استثمارات بقيمة 2,000 مليار دولار في قطاعات المنشآت والبنى التحتية، وهذا بهدف خلق ملايين مناصب الشغل ومكافحة التغيرات المناخية والوقوف للند أمام المد الاقتصادي الصيني الهائل. وبحسب بايدن، فإن هذا المشروع سيسمح بخلق الاقتصاد الأكثر صمودا وقوة وتجديدا في العالم.
وعن مستجدات كورونا حول العالم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توسيع نطاق إجراءات مكافحة كوفيد 19 لتشمل كافة الأراضي الفرنسية ابتداء من يوم السبت المقبل ولمدة 4 أسابيع، وإغلاق المدارس في محاولة لوقف الموجة الثالثة من الوباء، خاصة مع اقتراب فرنسا عتبة 100,000 وفاة حسب الرئيس ماكرون. وبالولايات المتحدة الأمريكية، نحو 15 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون تم إتلافها بالخطأ بمصنع بمدينة بالتيمور، ما سيؤثر سلبا على سير عملية التطعيم في البلاد. رياضة الآن. وفي كرة القدم، يواصل شباب بلوزداد تحضيراته من أجل الاستعداد لمواجهة نادي تيبي مازامبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية سهرة الغد ابتداء من الساعة 8 بملعب 5 جويلية الأولمبي في إطار الجولة 5 للمجموعة 2 من رابطة أبطال إفريقيا. ولنفس المنافسة، مولودية الجزائر بدورها تكثف من نشاطها التحضيري لمواجهة الزمالك المصري سهرة هذا السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي. فحظ موفق لممثلينا في المنافسة الإفريقية. نختم الموجز من عالم الطبيعة والسياحة، حيث استطاعت قطعان من الحوت الرمادي أن تنقذ قطاع السياحة شمالي المكسيك، وهذا بعد انخفاض محسوس لانتشار وباء كورونا وتوافد المسافرين بكثرة إلى سواحل المنطقة عبر قوارب، وهذا للاستمتاع بمشاهدة إبحار هذه الحيوانات الرائعة ومداعبتها. نهاية الموجز، في أمان الله.